صحيح. احنا هسه بعدنا محل هاي سموه منطقة جديد حسن باشا، التسمية القديمة جديد حسن باشا هي منطقة الميدان. راح نروح على أهم شخصية في تاريخ العراق، هو نجيب الربيعي اللي كان رئيس مجلس السيادة. تمام صحيح؟ راح نروح ندور على بيته، أنا سمعت إنه بيته هنا. نجيب الربيعي اللي هو كان رئيس مجلس السيادة ضمن ثلاثة. هذا بيت نجيب الربيعي. السلام عليكم شباب. هذا بيت نجيب الربيعي كان رئيس مجلس السيادة في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم. هذا بيته. هاي مرفق شو اسمها استاذ صح؟ مرسل البارودية. وهذا بيت نجيب الربيعي مواليد 1904 ومات في 65. كان رئيس مجلس السيادة في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم. هذا المفروض يعني هيك رمز ورئيس مجلس السيادة ورئيس جمهورية في نفس الوقت، المفروض ينعاد يعني، المفروض الدولة تهتم به، المفروض يتحول إلى متحف مقتنياته. أنت صاحب مقتنياته الشخصية. هذا بيت محمد نجيب الربيعي. نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة، وهم مجلس السيادة كان مؤلف من ثلاثة، مهدي كبة هاي من ذاك الوقت طبعا الطائفية، مهدي كبة شيعي والربيعي سني، وخالد النقشبندي ثالثهم كردي. خالد النقشبندي توفى بال 65، واللي منطقة شارع الربيعي بزيونة مو نسبة إلى وانما نسبة إلى أخوه حسيب الربيعي، وكان أحد مؤسسي تنظيم الضباط الأحرار ويا رفعة الحاج سري. وبعدين بعد ما الملك ونوري سعيد حسبيهم سواه سفير وطلع خارج العراق بعد ما انكشف امر التنظيم سنه 56، ولكن بال 58 تنظيم الضباط الاحرار اطاح بالملكيه واستلموا الجمهوريه. هذا الشارع ايضا يستمر هناك بيت ابراهيم الشابندر وبيت مؤيد البدري وبعض الشخصيات، وهي منطقه جديد حسن باشا نسبه للوالي العثماني جديد حسن باشا، وهي مدرسه السلام عليكم هنا لكم هنا. تفضل استاذ علي اخاف شويه الله يحفظكم. تعال سلام. هاي مدرسة البارودية شماسية. ايه شو اسمها بعد؟ شماسية. هاي من المدارس القديمة لمنطقة جديد حسن باشا. حولت إلى مقازي من الكتب، مو صار صحيح؟ طاقتين طبعاً، كان هنا هذا طاقة، عماد طاقة ها؟ وين عماد؟ ها ترك عماد؟ لا ضبط، تعال، وين أستاذ السلام عليكم؟ شلونكم يعني؟ شلون صحة؟ تعال أستاذ علي تعال. هلا استاذ صاحي، هم ما يكيفون يعني كتب. عندك معلومه شوي عن هذا المكان؟ معلومه هيك عندك شيء يعني؟ ما عندك عليه معلومه. جيد. بس الايرانيه. طبعا